من سفر الحكمة: أما نفوس الأبرار فهي بيد الله فلا يمسها أي عذاب. في أعين الأغبياء يبدو أنهم ماتوا، وحسب ذهابهم مصيبة ورحيلهم عنا كارثة، لكنهم في سلام. وإذا كانوا في عيون الناس قد عوقبوا، فرجاءهم كان مملوءا خلودا، وبعد تأديب يسير سيكون لهم إحسانات عظيمة، لأن الله امتحانهم فوجدهم أهلا له، كالذهب في البوتقة محصهم، وكذبيحة قربت محرقة قبلهم. كلام الرب. من الرسالة الثانية لتيموثاوس: أما أنت فقد تبعتني في تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي، والاضطهادات والألام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونيا ولاسترا، وكم من اضطهاد عانيت وأنقذني الرب منها جميعا. فجميع الذين يريدون أن يحيوا حياة التقوى في المسيح يسوع يضطهدون، أما الأشرار والمشعوذون فسوف يسيرون إلى ما هو أسوأ، وهم خادعون مخدوعون. فاثبت أنت على ما تعلمته وكنت منه على يقين، فأنت تعرف عمن أخذته، وتعلم الكتب المقدسة منذ نعومة أظافرك، فهي قادرة على أن تجعلك حكيما فتبلغ الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. فكل ما كتب هو من وحي الله، يفيد في التعليم والتفنيد والتقويم والتأديب في البر، ليكون رجل الله كاملا معدا لكل عمل صالح. أناشدك في حضرة الله والمسيح يسوع الذي سيدين الأحياء والأموات، أناشدك ظهوره وملكوته، أن أعلن كلمة الله وألح فيها بوقتها وبغير وقتها، ووبخ وعظ وانذر والزم الصبر والتعليم. فسيأتي وقت لا يحتمل فيه الناس التعليم السليم، بل يكدسون المعلمين لأنفسهم وفق شهواتهم لما فيهم من حكة في أذانهم، فيحولون سمعهم عن الحق وعلى الخرافات يقبلون. أما أنت فكن متقشفا في كل أمر، وتحمل المشقات، واعمل عمل المبشر، وقم بخدمتك أحسن قيام. والمجد لله دائما. من إنجيل القديس يوحنا: الحق الحق أقول لكم، من لا يدخل حظيرة الخراف من الباب بل يتسلق إليها من مكان آخر فهو لص سارق، ومن يدخل من الباب فهو راعي الخراف، له يفتح البواب والخراف إلى صوته تصغي، يدعو خرافه كل واحد منها باسمه ويخرجها، فإذا أخرج خرافه جميعا سار قدامها وهي تتبعه لأنها تعرف صوته. أما الغريب فلن تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. ضرب يسوع لهم هذا المثل فلم يفهموا معنى ما كلمهم به، فقال يسوع: الحق الحق أقول لكم، أنا باب الخراف، جميع الذين جاءوا قبلي لصوص سارقون ولكن الخراف لم تصغي إليهم. أنا الباب، فمن دخل مني يخلص، يدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت لتكون الحياة للناس وتفيض فيهم. أنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف، وأما الأجير وهو ليس براع وليست الخراف له، فإذا رأى الذئب آتيا ترك الخراف وهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، وذلك لأنه أجير لا يبالي بالخراف. أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني، كما أن أبي يعرفني وأنا أعرف أبي، وأبذل نفسي في سبيل الخراف. ولي خراف أخرى ليست من هذه الحظيرة، فتلك أيضا لا بد لي أن أقودها وستصغي إلى صوتي، فيكون هناك راعية واحدة وراع واحد. كلام الرب.